ومر عبد الله بن جعفر على عبد في بستان. عبد في البستان شو بيكون؟ بيخدم البستان، حامي البستان يعني، معه ثلاثة أقراص من الشعير، ثلاثة غرفة معه. فأتاه كلب فرمى إليه بأول قرص، أول رغيف أكله، رماله الرغيف الثاني أكله، رماله الرغيف الثالث أكله وراح. فأجى جعفر عبد الله بن جعفر قال له ما هو قوت يومك؟ أنت باليوم قديش بتاكل؟ قال له اللي شفني طعمتهم كم؟ ثلاث غرفة، ثلاث أقراص شعير، هذول طعمي كل يوم. قال له طيب طعمتهم أنت إلى الكلب، أنت شو بدك تاكل؟ قال له أنا اليوم بنوي الصيام، بقعد بلا أكل. فقال له ما حملك على هذا؟ شلون واحد بيعطي أكله بطعمه للكلب وبيقعد بلا أكل؟ قال آثرت الكلب على نفسي لأنه أتى من بعيد جائعا. ما دام أنت إجا جوعان آثرته على نفسي، خلي يأكل هو وأنا بلا ما أكل. شو بتعمل اليوم؟ قال له اليوم بقعد بلا أكل. قال فذهب عبد الله بن جعفر إلى صاحب البستان فاشترى البستان واشترى العبد من سيده وأتى إليه فقال له أنت حر لوجه الله والبستان هدية مني إليك. ما دام عم تعمل هالمعروف بدك تاخذ الجزاء الإحساني للإحسان. اشترى البستان كله وقال له أنت حر لوجه الله والبستان ملك لك، اشتريتك من سيدك واشتريت البستان، وهذه مكافأة لمن أكرم خلق الله. ما دام أكرمت كلب وأسأته على نفسك فالبستان كله لك. إبل قال له وما يدريني أنك اشتريتني. عم تقول لي أنت حر، شو بيعرفني أنه أنت اشتريتني؟ بلكي جاي عم تحكيها ما عنده أنا عبد. فلن أبرح حتى أسمع من صاحبي. كمان العبد طلع كمان إيمان، بدي أسمع من صاحبي. قالوا لك الحق. فرجع فأتى بصاحبه على فراس، قال له بلغوا الحرية. فالتفت صاحبه وقال له أنت حر لوجه الله، لقد اشتراك مني فأعتقك فأنت حر. قال له أنا حر لك أن أمشي؟ قال له ولا، والبستان لك، فقد اشترى البستان ووهبه لك لأنك أحسنت إلى كلب فضلت على حالك، خلق من خلق الله عز وجل. هذول فهموا الإسلام.